طيب نروح لمراسلنا، مراسلنا من ارض الملعب مينا ماهر، ولقاء مع محترف النادي الاهلي جاكسون والذي كان نجم المباراه. اتفضل يا مينا. تحياتي ليك كابتن هيثم وتحياتي لضيوفك الكرام. يعني بالفعل انتهت مباراه النادي الاهلي بفوز كبير على النادي سبورتنج نتيجه 74 مقابل 70، ومعايا واحد من نجوم المباراه الحقيقه، ثاني مباراه ليه بيقدم اداء اكثر من رائع، معايا اللاعب دانفين جاكسون. فيرست اوف اول اتس ا بليجر هافينج يو ان اهلي شانل، اند جاست وان اسك يو اباوت يور فيلينجز ان ذا سكند ماتش وذ اهلي تيم، اند يور فيلينج تو بلاي وذ ذا بلايرز اند اونلي اند اولسو تودايز ماتش، اند كونجراتيليشنز فور تودايز ماتش. So far, so good. I'm just here trying to help the team win, you know, win two championships. That's what I'm here for. You know, we have a really good team, and I'm just trying to help everybody get better. And I want to ask you about your impression to be here in Egypt, and impression in the playing with Ahli team, one of the best clubs in Middle East. I'm grateful to have this opportunity to play for one of the biggest teams in Africa. So. It's a pleasure to be here. Egypt is real nice. You know, I didn't know what to expect, but I'm happy to be here. Thank you so much, and best of luck in upcoming matches. Thank you, and congratulations for today's match. Thank you. ده كان لقائي مع المحترف الامريكي دونيفان جاكسون. يا كابتن هيثم، اللي سالته يعني رايك ايه وشعورك ايه وانت بتلعب تاني ماتش ليك مع النادي الاهلي، اللي قال لي هو مبسوط جدا بتواجده مع النادي الاهلي، ويمكن قدم مستوى كويس وهو موجود عشان يحقق مع النادي الاهلي بطولتين محليتين. وسالته ايضا عن انطباعه ليه وهو في مصر، وكمان انه بيلعب في النادي الاهلي فريق من اكبر فرق في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي العالم. قال ان هو مبسوط بوجوده في مصر، شايف ان هو مستمتع بالاجواء، مستمتع كمان باللعب مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يحقق مزيد من النجاح في الفتره القادمه. ده كان لقائي مع دونيفان جاكسون المحترف الامريكي في صفوف فريق النادي الاهلي. انا معاكم لو في اي استفسارات. مينا ماهر بشكرك شكرا جزيلا. خلينا